أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الدرس الثاني من منهج الترم الأول The Set of Irrational Numbers. You said before that a number is the number that can be written as A over B. إحنا أخذنا السنة اللي فاتت إن Irrational Number أي نمبر أقدر أحط على الصورة A over B. وكنا بنقول ان بي دي نوت ايكوال زيرو وكنا بنرمز له بالرمز كيو. وكنا نقول ان الراشونال نمبر مين هم الراشونال نمبر؟ اول انتجرز كل الانتجرز اللي هم مين؟ الاعداد الصحيحه بوزيتيف ونيجاتيف 3 راشونال نمبر 5 راشونال نمبر 7 راشونال نمبر نيجاتيف 8 راشونال نمبر ان نمبر از ا هول نمبر انتجر ايكوال is rational number. يبقى كل integers rational number. بعد كده all decimals كل decimals 2.5 3 over 3.2 2.503 and so on. لو انا كتبت على شكل fraction 25 over 10 5 over 2 كل ده ايه decimals. decimals دي كلها rational number. All percentage طبعا rational number 15% 27% 3.5% لو كتبتها على شكل fraction 15 over 100 150 over 1000 كل دول ايه rational number. وكنا بنقول برضو rational number square root of a perfect square rational number a perfect square rational number. لو عندي perfect square rational number زي مين البيرفكت سكوير؟ مين هم البيرفكت سكوير؟ الاعداد اللي ليها سكوير رود زي مين؟ زي 1 4 9 16 25 36 49. كل النمبرز دي ايه ليها سكوير رود. الاعداد دي لو انا قلت سكوير رود اوف 36 يبقى ده راشونال نمبر عشان ده سكوير رود لمين؟ لبيرفكت سكوير. وهو البيرفكت سكوير هو العدد اللي ليه سكوير رود. ممكن برضو اكتب سكوير روت اوف 4 اوفر 25 على شكل فراكشن سكوير روت اوف 0.09 كل دول راشونال نمبر. كيوب روت اوف بيرفكت كيوب راشونال نمبر. بيرفكت كيوب بيرفكت كيوب اللي هو مين الاعداد اللي ليها كيوب روت زي مين زي 8 زي 1 زي بعد كده 27 بعد كده ايه 64 بعد كده 81 كل الاعداد دي اللي ليها كيوب روت. وخلي بالي ان الكيوب روت بينفع للنيجاتيف وبينفع للبوزيتيف اما سكوير روت البوزيتيف بس. بعد كده درسنا النهارده بيتكلم على الراشونال نمبرز. الراشونال نمبرز ايه يعني الراشونال نمبرز؟ الراشونال نمبر بيقول لي ذا سكوير روت اوف ا راشونال نمبر ويتش از نوت بيرفكت سكوير. وبرضو cube root of a rational number which is not perfect cube. Not perfect square not perfect cube. يعني لو عندي عدد ملهوش cube root او ملهوش square root العدد ده طالما حطيته تحت square root او cube root يبقى العدد ده ايه النمبر ده هيبقى irrational number. زي مين سكوير روت اوف 2. حد عارف سكوير روت اوف 2؟ حد عارف عددين بيضربهم في بعض يديني 2؟ طبعا لا. نعمل ايه؟ يبقى سكوير روت اوف 2 ده الراشونال نمبر. الراشونال نمبر والراشونال نمبر دول بنرمز له بالرمز ايه؟ كيو داش كيو عليها شرطه من فوق. بعد كده قلنا الاعداد اللي ملهاش كيوب روت زي كيوب روت اوف 4 ادي كيوب روت اوف 4 ده لي كيوب روت. حد يقدر يجيب لي عدد اعمل له ملتبلاي في نفسه 3 مرات يديني 4؟ طبعا لا. يبقى ايه؟ يبقى اسمه ايه النمبر ده بلونجز تو ينتمي لمين؟ للراشونال نمبر. طيب باي از نوت راشونال نمبر. باي نفسها از نوت راشونال نمبر لكن القيمه بتاعتها اللي هي 22 اوفر 7 و 3.14 او 3.142 and so on دي راشونال نمبر. راشونال نمبر لكن باي نفسها از نوت راشونال نمبر. طيب
طب في مثال تاني عندنا بيقول لي لو انا عارف انه سكوير روت اوف 5 ده irrational، لو قلت سكوير روت اوف 5 بلس 1 برضه irrational، 1 ماينس كيوب روت اوف 7 irrational، 2 سكوير روت اوف 7 irrational، نيجاتيف كيوب روت اوف 9 اوفر 5 irrational، وقلنا الirrational بنرمز له بالرمز q داش، q داش q and q داش are disjoint sets، يعني مفيش حاجه مشتركه بينهم. q intersection q داش طبعا equal ايه phi equal phi. show which of the following numbers belong to q and which of them belongs to q داش، مين فيهم belongs to q ومين فيهم belongs to q داش. ابص على الاعداد، لو الاعداد عندي ليها سكوير روت او ليها كيوب روت يبقى belongs to q، ملهاش يبقى ايه q داش على طول. سكوير روت اوف 49 الاول 0.49 دي سكوير روت اوف 49 اوفر 100، طبعا ايه دي 7 اوفر 10 يبقى دي على طول belongs to مين belongs to q. كيوب روت اوف نيجاتيف 0.064 يبقى دي كيوب روت اوف 64 اوفر 1000، ليها كيوب روت ليها كيوب روت ايكوال 4 اوفر 10 نيجاتيف 4 اوفر 10 يبقى دي بلونجس تو كيو. شوف اللي بعدها سكوير روت اوف 25 اوفر 49 دي طبعا هتبقى 5 اوفر 7 كده بلونجس تو ايه كيو. طب كيوب روت اوف 25 اوفر 49 لل 49 ولا 25 ليهم ايه ليهم كيوب روت، يبقى دي ايه داز نوت بلونج تو كيو، او ممكن اقول ايه بلونجس تو كيو داش بلونجس تو كيو داش. بعد كده سكوير روت اوف 25 بلس كيوب روت اوف 16، سكوير روت اوف 25 ده 5، طب كيوب روت اوف 16 ده اعرفه؟ لا ما اعرفوش، يبقى كيوب روت اوف 16 يبقى كده ده ايه بلونجس تو كيو داش بلونجس تو كيو داش. هنا بيقول لي ريمارك square root of a to power 2 دي معناها square root of a times square root of a equal a، مثال عليها مديني بيقول لي square root of 2 square دي معناها square root of 2 times square root of 2 طبعا هتديني ايه 2، يبقى square root لما اقول له to power 2 بيشيل square root ويقعد للعدد بس، cube root زيه بالظبط، لو كان cube root of a number like negative 7 to power 3 ده كيوب روت يبقى ايه دي معناها كيوب روت اوف نيجاتيف 7 تايمز كيوب روت اوف ايه نيجاتيف 7 تايمز كيوب روت اوف نيجاتيف 7 يبقى الريزلت هتبقى نيجاتيف ايه 7. اف اكس بلونجز تو كيو داش، اكس بلونجز تو كيو داش، خلي بالك نركز كويس، بلونجز تو كيو داش يعني الراشونال نمبر. Find the solution set of the following equations. شوف مع بعض x squared equal equal 5. يبقى x equal positive or negative square root of 5. دي طبعا irrational number. يبقى solution set كده على طول هيكون ايه positive square root of 5 او negative square root of 5، بكتب كل واحد لوحده عادي يعني ممكن اكتبه بالشكل ده square root of 5 و negative square root of 5 احسن طبعا. اللي بعدها x to power 3 equal 7 يبقى x to power اشيل الباور x equal cube root of 7 cube root of 7 طبعا دي does not belong to q يبقى belongs to q dash، يبقى solution set cube root of 7 2 over 5
x squared equal 4 over 25 x squared equal 4 over 25 هنعملها multiply by المقلوب بتاع ده تبقى 5 over 2 هنا 2 divided by 2 equal 1 4 divided by 2 equal 2 و 5 divided by 5 equal 1 و 25 divided by 5 equal 5 يبقى x square كده هتبقى equal a 2 over 5 2 times 1 equal 2 و 5 times 1 equal 5 يبقى x هتكون equal square root of 2 over 5 ودي a belongs to q dash يبقى solution set square root of 2 fifths السؤال اللي بعده بيقول لي 64 x to power 3 minus 2 equal negative 29 يبقى 64 x to power 3 equal negative 29 plus 2 ودي minus 2 ناحية تانية تروح plus 2 يبقى 64 x to power 3 equal negative 27 يبقى x to power 3 equal negative 27 over 64 يبقى x equal cube root of negative 27 over 64 d equal negative 3 over 4 كده ليها a cube root يبقى الإجابة دي a does not belong to q dash يبقى solution set كده هيكون a phi خلي بالنا هو بيقول لي لازم يكون belongs to q dash السؤال الأخير بيقول لي x squared minus 10 من x to the power 3 minus 4 equal 0 طبعا في الحالة دي حول x squared minus 10 equal 0 or x to the power 3 minus 4 equal 0 يبقى هنا x squared equal 10 يبقى x equal square root of 10 وهنا هتبقى x to the power 3 equal 4 يبقى x equal خلي بالي هنا في positive و negative نسيناه هنا هتبقى cube root of a 4 يبقى solution set كده هيكون عند الاثنين دول دي belongs to q dash طبعا ودي belongs to q dash يبقى solution set كده هيبقى square root of 10 و negative square root of 10 و a cube root of 4 كده يكون خلصنا حل السؤال ده وادي الإجابة بتاعت الأسئلة اللي احنا حليناها مع بعض نروح للسؤال اللي بعده try by yourself try by yourself ده المفروض طبعا ايه هتحلوه انتو هسيبكم 3 دقايق تحلوه وبعد ما تحلوه نرجع نكمل الفيديو مع بعض نوقف الفيديو ونحل حلينا طيب نكمل مع بعض كده ونشوف إجابتكم صح ولا غلط هنا بيقول لي complete using one of the symbols q and or q dash 3 belongs to طبعا 3 belongs to q square root of 9 ده ليه square root يبقى belongs to q 5 belongs to q square root of 3 مالهوش square root يبقى q dash هنا negative 8 q cube root of 5 يبقى q dash مالهاش cube root 9 ده integer brings to q cube root of negative 8 ده negative 2 الإجابة بتاعته طبعا ايه يبقى كده q آخر حاجة cube root of negative 9 طبعا مالهاش cube root يبقى ايه q dash find the solution set of q dash for each of the following 2 خلي بالي in q dash يبقى 2x to the power 3 minus 7 equal 3 يبقى 2x هتبقى equal 3 plus 7 2x هتبقى equal 10 يبقى x equal انا خلي بال x to the power 3 x to the power 3 equal كده 10 divided by 2 equal 5 يبقى x كده equal cube root of 5 طبعا ده belongs to q dash يبقى solution set cube root of a 5 كده خلصنا حل السؤال الأول السؤال اللي بعده half x square minus 5 equal 3 يبقى half x square equal
هتبقى 3 + 5 هتبقى half x square equal 8. هنعمل multiply by 2 يبقى x square equal 8 times 2 يبقى x square equal 16 يبقى x equal square root of 16 طبعا equal 4 ودي a does not belong to q dash يبقى solution set عند هيبقى ايه هيبقى 5. Finding an approximated value of an irrational number. احنا ممكن نوجد ايه القيمة التقريبية للirrational number قيمته بتساوي كام. يعني عندي square root of 2 لو انا كتبت على الآلة الحاسبة square root of 2 هتديني 1.4142 and so on وفي ارقام كتير بعد كده. square root of 3 هتديني 1.73205 and so on. square root of 5 برضو هتديني عدد ايه 10. يبقى the irrational number is represented by an infinite decimal and not recurring. بتنتهي دايما ايه بانفينيت decimal يعني decimal غير منتهي. and you can deduce an approximated value of the irrational number without using calculator. وممكن نتوقع الإجابة بتاعت السؤال بتاعت الـ القيمة بتاعت الـ irrational number ده بدون calculator. إزاي؟ نشوف سؤال مع بعض كده. هنا عندي square root of 5. أنا عندي square root of 5 ده عايز أعرف بين مين ومين. square root of 5 أنا عارف إن 5 دي العدد اللي ليه square root قبل منها 4 واللي ليه square root بعد منها 9. يبقى square root of 5 ده هيبقى greater than square root of 4 و smaller than square root of 9. يبقى square root of 5 ده هيكون greater than square root of 4 ده 2 وهنا square root of 9 3. يبقى square root of 5 هيكون في النص بين 2 و 3 في النص بين 2 و 3. طيب بعد كده بيقول لي square root of 5 هيبقى 2 plus decimal less than 1 طبعا decimal less than 1. فانا ببدا ايه اجرب 2.1 square 2.2 square 2.3 square لحد ما اوصل لعدد هو بيكون في النص بينهم. add 2.1 square طلع لي 4.41 2.2 square 4.84 2.3 square ادتني 5.29. يبقى square root of 5 هيكون في النص بين ده وبين ايه ده. يبقى في النص بين 4 point square root بتاع ده والsquare root بتاع ده. يبقى كده هيطلع لي في الاخر ان square root of 5 هيبقى حاجة بين 2.2 و 2.3 طبعا لو عايز اجيب القيمة اكتر شوية هزود برضو 2.21 واشوف السكوير بتاعها ايكوال ايه وكده وهقدر اقرب اكتر للاجابة. طبعا انا مش محتاج اكتر من كده. نشوف بعد كده السؤال بيقول هنا بيقول لي each irrational number lies between two rational numbers. كل irrational number في النص بين ايه two rational number. هنا بيقول لي بروف ذات بروف ذات square root of 3 between 1.7 1.8. فبعمل ايه في السؤال ده؟ اول حاجة بشوف 1.7 square equal ايه و 1.8 square equal ايه وبعد كده 3 square equal ايه. طيب 1.7 square add 1.7 سكوير الاول ادتني 2.89 1.8 سكوير. ممكن نستخدم الكالكوليتر او ممكن ايه نعملها ملتبلاي هتديني ايه 3.2
2 4 وطبعا square root of 3 square equal a equal 3. بعد كده اقول له 3 is greater than 2.98 smaller than 3.24 يبقى square root of 3 greater than square root of 2.98 when square root of 3.24. بعد كده square root of 3 السكوير root بتاع دي طبعا equal a equal 1.7 يبقى greater than 1.7 وهنا smaller than السكوير root بتاع دي مين اللي هو a اهو 1.8. يبقى كده انا قدرت اثبت ان السكوير root of 3 between مين 1.7 و 1.8. دي الخطوات بتاعت الحالة اللي بتمشي بالشكل ده. السؤال اللي بعد بيقول له cube root of 12 lies between 2.2 و A و2.3. طبعا هنعمل ايه نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه من شوية. هنشوف 2.2 to power 3 هتديني 10.648 هعملها multiply by itself 3 times خلي بالك وهنا 2.3 to power a 3 ادتني 12.167 وطبعا cube root of 12 to power 3 equal 12 ونكمل بنفس الطريقة اللي قلناها من شوية نقول 12 greater than mean 10.648 و smaller than 12.167 يبقى cube root of 12 greater than 10 cube root of 10.648 was smaller than cube root of a 12.167. cube root of 12 greater than هنا هنا smaller than طبعا cube root بتاع ده equal a 2.2 وده 2.3. يبقى كده قدرت اثبت ان cube root of 12 بين مين بين 2.2 و 2.3. find two consecutive integers such that 13 lies between them. عايز اتنين integers square root of 13 between them. هعمل ايه انا عارف ان 13 دي النمبر ده مين قبل منه ليه square root اللي هو 9 واللي بعد منه 16. اكتب له كده اقول له square root of 13 greater than square root of 9 و smaller than square root of 16. يبقى square root of 13 هيكون greater than square root of 9 ده طبعا ايه 3 وهنا ايه 4 يبقى هيكون between 3 and 4. نروح للسؤال اللي بعد بيقول بروف ذات square root of 7 lies between 2.6 و 2.7. هنا هنعمل ايه برضو نفس الطريقة اللي قلناها من شوية 2.6 square ادتني 6.76 و 2.7 square
7.29. اجي بعدين اكتب له ايه، اقول له سكوير روت، اقول له 7 الاول، 7 جريتر ذان 6.76 وسمولر ذان 7.29، يبقى سكوير روت اوف 7 هيبقى جريتر ذان 2.6. قبل 2.6 اقول ايه سكوير روت اوف مين، سكوير روت اوف 6.76، وهنا سمولر ذان سكوير روت اوف 7.29، يبقى سكوير روت اوف 7 اكبر من مين، جريتر ذان 2.6، عشان هي ايه السكوير روت بتاع دي، والسكوير روت بتاع دي طبعا 2.7، يبقى سكوير روت اوف 7 في النص بين 2.6 و 2.7. هنا representing an irrational number on the number line. لو انا عايز اعمل represent للirrational number على number line بعمله ازاي؟ بيقول if you drew a right angle triangle ABC at B، لو انا رسمت right angle triangle at B و AB كان equal 1 سنتيمتر او length unit و BC equal 2 length unit، مش لازم يكون سنتيمتر يعني وحدة طول، then according to Pythagoras theorem، لو انا استخدمت Pythagoras theorem طبعا عشان اجيب ال AC اللي هو لونه ازرق ده هجيبه ازاي باستخدام Pythagoras theorem، ده هايبوتينيوس يبقى equal 1 square اللي هو ده plus 2 square هيديني ايه 5، هيديني 5. بعد ما قلت كده انا عرفت ان ايه ال AC square equal 5، يبقى AC لوحده السكوير بتاعه كان 5، يبقى AC هيبقى ايه سكوير روت اوف 5، يبقى طول AC ده هو السكوير روت اوف 5. طيب تمام، اعمل ايه بعد كده؟ لو انا رسمت نمبر لاين، بس خلي بالي نمبر لاين مظبوط يعني الديستنس بتاعته متساويه، الديستنس بتاعته ايه ايكوال، ممكن اخليها ايكوال 1 سنتيمتر يعني، او ممكن ارسمها فين في كراسه رسم بيان، والزيرو هعتبره هو الاوريجن بوينت او، ولو فتحت الكامبس بتاعي فتحه بتساوي اي سي هيطلع لي ان السكوير روت اوف 5 هيكون بعد 2 حاجه بسيطه، او ممكن ايه عند النيجاتيف 2 حاجه بسيطه. وخلي بالي الديستنس دي طبعا احنا بناخد الابسولوت فاليو بتاعها، هيبقى البوزيتيف بتاعها ايه يعني تقريبا 2.8 كسور كده. تمام، نيجي بعدين كده انا عرفت اجيب السكوير اوف 5 ونكتب السكوير اوف 5. هنا بيقول لي if you draw a right angle triangle ABC at B such that AB equal 2 و AC كان 3، فانا لو انا عايز اجيب طول بي سي هيبقى الهايبوتينيوس سكوير ماينس السايد تاني بتاع الريت انجل هايبوتينيوس اللي هو ده سكوير ماينس السايد ده سكوير، هتبقى 3 سكوير ماينس 2 سكوير هتبقى ايه 9 ماينس 4، 9 ماينس 4 5، يبقى السايد ده هيطلع برضو سكوير روت اوف ايه 5، يبقى كده وجيت عملت له ريبريزنت على النمبر لاين برضو هيطلع نفس الكلام. يبقى 2 get a line segment with length of that equals the rational number square root of a we search for two numbers، احنا بندور على عددين، العددين sum of their squares مجموع، بدور على عددين يا اما مجموع السكويرز بتاعهم بيديني ال a او طرح السكوير بتاعهم بيديني ايه، يعني هنا استخدمنا الطرح في المرة اللي فاتت استخدمنا ايه الجمع. تمام، نروح نشوف بعد كده نعمم القاعدة شوية. يبقى أنا عندي عشان أعرف أجيب السكوير رول بتاع أي الراشونال نمبر وأرسمه على النمبر لاين بعمل إيه؟ أول حاجة بعملها باخد النمبر ده اللي مديهولي، هو بيقول لي سكوير رول أوف 3. تمام؟ عايز أشوف سكوير رول أوف 3 ده همثله بتراينجل السايز بتاعته إيه؟ الأول باخد النمبر 3 ده. بقول 3 ماينس 1 اوفر 2،
3 minus 1 over 2 يبقى 2 over 2 equal 1، و 3 plus 1 over 2 يبقى تبقى 4 over 2، 4 over 2 equal 2. يبقى العددين اللي أنا هستخدمهم هيبقى 1 ومين و 2، 1 و 2. تمام. طب 1 و 2 كده ال1 ال1 سكوير ايكوال 1 وال2 سكوير ايكوال 4، دول الماينس بتاعهم بيديني 3، يبقى ده هيبقى الهايبوتينس، ال2 هتبقى الهايبوتينس والثاني هيبقى ال1 سايد اوف ايه رايت انجل، يبقى 2 هيبقى الهايبوتينس اللي هو ده 2 وده هيبقى 1. هرسم ازاي؟ هاجي على النمبر لاين، هرسم النمبر لاين وهظبط النمبر لاين اد 0 1 وادي 2 وادي هنا ايه نيجاتيف 1، واجي عند الزيرو واروح راسم لاين 1 سنتيمتر وافتح الكمبس بتاعته البرجل، هفتحه 2 وارسم قوس كده، احط السن عند مين؟ عند القمه بتاعت السايد هنا فوق، وارسم قوس كده واروح موصل دي بدي، هديني المسافه اللي هنا دي هي نفسها ايه سكوير روت اوف 3. تمام، دي لو كان عايز سكوير اوف 3. طيب سكوير، لو قال لي سكوير روت اوف 5 اعمل ايه؟ الاول اقول 5 ماينس 1 اوفر 2 تبقى 4 اوفر 2 ايكوال 2، و5 بلس 1 اوفر 2 هتبقى ايه 6 اوفر 2 ايكوال 3، يبقى التو سايدز بتوعه 2 و 3. ادي 3 هيبقى الهايبوتينيوس و2 هيبقى الرايت انجل، وهفتح الكمبس بتاعي فاتحه من هنا، احط السن بتاع الكمبس هنا وارسم قوس في المكان ده واوصل كده دي بدي هي المسافه سكوير روت اوف ايه 5. طيب اداني سكوير روت اوف 6، اعمل ايه سكوير روت اوف 6؟ حول 6 ماينس 1 اوفر 2 هتبقى 5 اوفر 2، 5 اوفر 2 2.5 او 2 اند هاف، و6 بلس 1 اوفر 2 هتديني 7 over 2 تديني 3.5، يبقى صايد منهم هيبقى 2.5 والتاني 3.5. تمام، وافتح الكمبس فتحة 3.5 واعمل قوس كده، يبقى المسافة دي A square root of 6. طبعا محتاجة دقة في الرسم، ويفضل تترسم في A في رسم بيان. هذه القاعدة بتاعتنا، بيقول لي هعمل A لو كان عند square root of A، يبقى هقول A minus 1 over 2 و A plus 1 over 2 وابدأ أرسم A، واللي تحت هي اللي هتبقى الـ square root of A. هنا بيقول له draw a line، draw a line segment with length 7 centimeter، 7 length unit. Then use it to determine the points which represent the following number on the number line. فهنا هنرسم الـ square root of 7، هنشوفه على الـ number line فين. هنعمل الأول، هنشوف العددين اللي هم أنا محتاجهم اللي هرسم بيهم الـ triangle، يبقى 7 minus 1 over 2 هتبقى 6 over 2 هتبقى equal 3، و7 بلس 1 اوفر 2 هتبقى 8 اوفر 2 ايكوال 4. يبقى هرسم ايه نمبر لاين كده، وهنا 0 1 2 3، وهرسم كده هنا 3 سنتيمتر، وافتح الكمبس بتاعي 4 واروح راسم ايه كده قوس كده، يبقى المسافه ده 4 سنتيمتر الكمبس بتاعي، يبقى المسافة اللي هنا هتطلع لي هي square root of a 7. زي ما تطلع اكتر من 2 اكتر من 3 انا مش متأكد من الاجابة اكتر بالضبط ايه، لكن هتديني ايه قوس بالشكل ده. وطبعا الرسم ايه محتاج ارسم في كراسة رسم بيان. طيب خلصت ال 7، خلاص عايز نيجاتيف 7، هذا ال 7 اهي رسمتها بالشكل ده، هتديني عدد في النص بين ال 2 و 3 زي ما قلنا. طيب نيجاتيف 7 اعمل فيها ايه؟ ادي نيجاتيف 7 هتبقى نفس الحكايه بس العكس الناحيه الثانيه، يعني انا هرسم 3 من الناحيه دي كده كده، وحاجه ال 4 هروح عامل قوس من الناحيه اللي من هنا،
ناحيه النيجاتيف وارسم القوس كده المسافه دي هي نيجاتيف سكوير روت اوف 7. كده انا خلصت من نيجاتيف سكوير روت اوف 7. طيب عايز 1 بلس سكوير روت اوف 7 اعمل ايه؟ مش هرسم على النمبر لاين عند الزيرو، هرسم عند ال1 عشان هو بيقول لي 1 بلس، هو بيقول لي 1 بلس سكوير روت اوف 7، يبقى مش هرسم فوق الزيرو، هبدا من عند ال1 وارسم ايه ال4 سنتيمتر كده واعمل القوس هنا، وبعد كده يبقى دي المسافة هي ايه؟ هي 1 بلس سكوير روت اوف 7. طيب 2 ماينس، 2 ماينس اعمل ايه؟ 2 ماينس سكوير روت اوف 7 يبقى ابدا عند ال2 وهرسم في الاتجاه الثاني اللي هو ايه؟ النيجاتيف، وارسم القوس هنا يبقى دي ايه؟ 3 ودي 4، وهعمل القوس هنا يبقى دي ايه؟ 2 ماينس سكوير روت اوف 7، 2 ماينس سكوير روت اوف 7. نكمل مع بعض، اسف للانقطاع. ادي هنا بيتكلم عن 2 سكوير روت اوف 7، فانا هجيب سكوير روت اوف 7 اهو، وبعد كده عند المكان اللي انا وصلت فيه السكوير روت اوف 7 وهرسم اللاين هنا 3 واقيس 4 تاني كده، بيبقى كده انا جبت ايه 2 سكوير، وهنا ارسم 4 سنتيمتر برضو بالكمبس، بيبقى كده انا ايه عملت 2 سكوير روت اوف 7. Find the length of
the diagonal of a square whose area 5 square centimeter. And square الدياجونال الاريا بتاعته 5. هعتبر السايد ده ال والسايد ده ال، يبقى ال تايمز ال اللي هي اريا ايكوال ال سكوير ايكوال 5، يبقى ال الواحد هيكون كام؟ ايكوال سكوير روت اوف 5. تمام كده، يبقى السايد ده سكوير روت اوف 5 وده سكوير روت اوف 5. انا عايز طول الدياجونال، الدياجونال ده طبعا من بيثاغورس ثيرم بيساوي ده سكوير بلس ده سكوير، ال سكوير يبقى دياجونال هيبقى ال سكوير بلس ال سكوير، هيبقى سكوير روت اوف 5 سكوير بلس سكوير روت اوف 5 سكوير، هتبقى 5 بلس 5 ايكوال 10. طبعا ده دياجونال سكوير، يبقى الدياجونال بس لوحده هيبقى سكوير روت اوف 10 طبعا ايه لينث يونت او سنتيمتر، لا سنتيمتر هنا عشان هو مديني ايه، مديني سنتيمتر، يبقى 10 سنتيمتر عشان هو مديني سنتيمتر فوق. وهذا الحل بتاع السؤال. السؤال الاخير بيقول لي determine the point which represent square root of 11. طبعا انا حسيبكم تحلوا ده السؤال ده مع نفسكم. 11 طبعا ده هقول 11 minus 1 over 2 هتديني 5، و 11 plus 1 over 2 هتديني 6. يبقى هرسم number line كده وعندي الزيرو هنا، هاخد دي 5 هنا وهفتح الكامبس 6 واعمل ايه 6 سنتيمتر هنا. المسافة دي هي هتديني سكوير روت اوف 11. وبكده يكون حصتنا خلصت النهاردة، والى اللقاء في حصة قادمة ان شاء الله.